بين ثنايا هذه الإيقاعات تشد الرحالة إلى زمن القصبة والبندير. هم شباب من فرقة الصفصون اتحدوا فيما بينهم ليكونوا ذرعا واقيا للأغنية الشوية الأصيلة. الهدف الثاني نجحوا لا شونسون شاوي خاطر ما نشوف فيها راحت خلاص. المرة هذه السما راح تكون السما خدمة ويكون عندنا السما منتوج مليح. نخدموا لا شونسون شاوي مودرن، والهدف نتاعنا باش نحافظوا على التراث نتاعنا باش ما يروحش، ومام طون نوصلوا للرسالة لي جينيراسيون هذو اللي جايين ورانا، ونخدموا الطابع تسمى العصري، وعندنا ألبوم تاعنا الأول احنا نخدموا فيه. فرقة الصفصون للموسيقى والطرب الشوي ساهمت بشكل كبير في ترقية التراث الأوراسي المتجدر في عمق الأصالة والعرق. والهدف تاعنا يعني من غير الغناء الشاوي هو يعني مام ديفلوبمون تاع لا ميوزيك شاوي، بيسك حنا على بالنا بلي لا ميوزيك شاوي تعتمد في الأصل على سما آلات تقليدية كيما القصبة البندير. حنا حابين سما نمودرنيزيو هذا لا ميوزيك بصح ما نخرجوش من الطابع نتاعها. احنا في الجروب هذا حبينا نحيو من جديد الاغنيه الشاويه اللي راهي محسوب انقطعت بزاف في وقتنا هذا. حبينا نحيو التراث تاعنا والعادات والتقاليد نتاعنا بالاغنيه الشاويه، ونوصلوا الميساج تاعنا باللغه الامازيغيه بالشاويه. بين تكنولوجيا العصر الحديثة والغزو الثقافي، أصبحت الأغنية الشوية تشكل إرثا فنيا يستوجب المحافظة عليه وترسيخه للخلف وحماية الأغنية البدوية الجبلية الأوراسية من الاندثار.